قبل المقابلة مع المحلل الفني واللاعب السابق لترجي سامي العروسي. سامي أهلا بك. أهلا بك سلام وأهلا مستمعين إكسبريس أف إم. مرحبا بك خويا، شنو الأمور؟ لاباس؟ الحمد لله لاباس، ماشي الأمور الحمد لله. باهي سامي، خلينا نحكيو بصفة عامة ساعة، كيفاش تشوف الماتش اليوم تاع ترجي في نسخته الجديدة في الشامبيونز ليج؟ تقريب الشامبيونز ليج هو الهدف الأولاني نتاع فريق الترجي، يعني جماهير الترجي ديما معناتها الشامبيونز ليج هي اللي تفرحها وهي اللي تراضيها، يعني التحضير باش يكون هام وباش يكون في أول مقابلة لازم يكون معناتها باش يكون في المستوى معناتها للترشح للمجموعات، خاطر هذه آخر مقابلة للترشح للمجموعات. نتصور تركيز كبير برشا على المقابلة هذه للي والروتور نتاعها، يعني كاي طرف فني كاي لاعبيه كاي جمهور معناتها يستناو في المقابله هذه، يعني الناس كل تستنى في المقابله هذه. ويستناو زاده في الوجه نتاع الترجي التونسي في الشامبيونز ليج، اللي كيما ريال مدريد مره يقولوا احنا يتبدل في الشامبيونز ليج، الترجي ديما عنده وجه اخر في الشامبيونز ليج. برشا غيابات سامي في التشكيله نتاع الترجي اليوم، اهمها محمد علي برمضان باش يكون غايب، خليل شمام، سامح دربالي، مؤثر ايضا بن خليفه، ياسين بن خليفه المنتدب الجديد. مؤثر غيابات هذه سامي تكون على فريق في اول مقابله وضد فريق الليبي، ونحن نعرفوا الليبي يعرفوا يلعبوا مليح كره. لا تقريبا الغيابات هذه ماهيش مؤثره، يمكن شويه محمد علي برمضان خاطر بدا معنا السيزون وبدا يلعب معناتها خذا البوست نتاعو، لكن في نفس الوقت ينجم يعوض الشعلاني معناتها اللي هو كان غايب، زاد حتى الملاعب الصغير يعني الافريكان يعني عمل مقابله كبيره كيعوض محمد علي بن رمضان، وان شاء الله زاد اليوم يعمل مقابله اخرى كبيره. تقريب الترجي في الـ في الـ في الستيل نتاعها في الملاعبيه، في الباكس يعقوبي وبدران، زرير لاتيرو نجاز والشتي موجودين، يعني الديفونس كل موجوده، كوليبالي موجود، اللي باز نتاع ليكيب الهوني موجود، تقريب زاد الخميسي لافونسونتر، يعني الناس كل موجوده. الترجي محتاجه كما نقولوا احنا محتاجه للبونتويات، محتاجه للتور مع اللعب نتاعها يعني تسجل اهداف، باش نحلوا شويه المقابلات اللي فاتوا باش نجموا نقولوا شنو لازم تعمل الترجي اليوم. المقابلات اللي فاتوا ظهر بالكشف اللي الترجي تخلق الفرص، ما تضيع في البونتويات يعني برشا فرص مهدوره، ان شاء الله اليوم الفرص اللي تتجسم الكل. نرجع شوية للبونتويت اللي مركبهم الترجي باش نفهموا شوية علاش الترجي تضيع شوية في البونتويت. الترجي كان يلعب ستيل 4-3، يلعب الأجناب، يلعب على الهوني على الأجناب، يعني يختار الفينيسيون نتاع الأتاك نتاعو تكون عن طريق الهوني وإلا سونتراج من اليمين عن طريق ليدروا ويدخل لافون سونتر. تحفظت اللعبة هذيا في البونتويت اللي مركيناهم، ثم أنيماسيون هي أوفونسيف صحيح، لكن اليوم نجحنا فيهم، نجحنا في ريكيبيراسيون تاع كرة مع اللاعب المصاب اللي بن رمضان خذاها وتلعب بها في اللاكس نتاع المقابلة الأولانية نتاع سليمان، وفي اللاكس نتاع الكرة معناتها في اللاكس نتاع 18 خرج الهوني على جنب مركب بونتو الهوني، يعني مركينا من اللاكس يعني دخلنا في اللاكس. البونتو الثاني اللي جاء عن طريق النجاز زاد وصل النجاز للبوانت بيلانتي، يعني تمركب البونتو من اللاكس. الفرص اللي ضاعت زاد الماتش اللي فات زاد لازم نقول لك الهوني في الديزوي في 6 متر المرزوقي زاد كيدخل اللاكس، يعني تويكا تحس اللي النجاز خذا اليمين كومبليتمون خذا كوميلي ودخل ان اليي دخلوا للاتاك اللي هي قاعده تاكل الفراغ هذاك اللي خدناه من غير ريجيسور. ان شاء الله لي دوزيلي الهوني ومرزوقي ان شاء الله كي تجاهم الفرص، خاطر الكره اللي تروا زاتاكون يلزم يكونوا تروا بيتور، يعني الهوني والمرزوقي والخنيسي وقت يلزم يماركيو ثلاثه، كانت مركز كانت ثلاثه الفرص اللي جاهم يماركيو كانت نجم تكون الترجي ديما في سكور اخر 2-0 ولا 3-0 وتكون لعبه مرتاحه. ان شاء الله اليوم معناتها نفيقوا اللي اللاكس نتاع 18 هو القوي، هو اللي ناقص شويه الترجي في البونتوات نتاعها، هو اللي تخلق منهم الفرص، ان شاء الله نجسموهم الفرص اللي يجيو، ونتصور بتقول الهوني للوسط ولا تقول المرزوقي على اليمين للوسط، ان شاء الله تكون يعني ان شاء الله لي زاتاك الكل يكونوا معناتها افيك معناتها فينيسيون باهيه ويكونوا معناتها دونجوري اكثر، خاطر احنا تو ناقصين كما قلت لك البلاصه هذيك نتاع السيركل نتاع 18 اللي هي بلاصه الريجيسور هي اللي ناقصتنا شويه وهي اللي بتجيب لنا الفينيسيون، ديما الفينيسيون تصير في البلاصه هذيك. فما شويه انتقادات المردوده على الدين المرزوقي، مع انه ابقاء على علي الدين المرزوقي حتى يرجع الفورم وحتى يرجع فيزيكمون، والا مزيان لازم ياخذ فرصه على الشير هذيك اليمين. انا قلت لك راهو لي تروا زاتاكون يلزم يكونوا تروا بيتور، يعني الهوني قاعد يمركي
شويه عندنا في الوسط عندنا الخميسي وعندنا زاد اللي هبط ديرنييرمون بن حموده مازالوا ما دخلوش في البونتويت. مرزوقي زاد ما دخلش في البونتويت خاطر الفريق الكل محتاج للبونتويت محتاج باش يمركي خاطر ما كانش ما يمركيش باش تصعب اللعبه ولي زوكازيون هذوما الكل كان يضيعوا نجموا نخسروا المقابلات نتاعنا ونجموا وحاشتنا بالقوه اكثر معناتها حاشتنا بالبونتويت كيما الشامبيونز ليغ داخلين على مقابلات ما اصعب وعلى لذلك الجمهور هو يقول لك انا يلزمني ديبيتور فانجيري يقول احسن من كيب تلعب كما قلت لك برشلونه عندها سواريز وعندها ميسي وعندها تروا ديبيتور وعندها نيمار في الوقت هذاك يعني لي تروا زاد تكون لازم يكونوا تروا ديبيتور مش يعرض عليهم الجمهور الا ما يماركيو الفرصه اللي تجيك سهله لازمك تماركيها لهوني راضين مش راضين عليه يعني خاطر بون ضيع ولكن مارك لهوني مارك منعك تروح المستير مارك زاد كوره في اللاكس وقت لهوني خلى اليمين وتخلى اللاكس نتاع 18 كسر وشاط في الكاز ومارك البونتو يعني البونتوات الكل يجيو راهم من البلاصه هذيك يعني من اللاكس وقت تدخل اللاكس اذا كان باش تدخل غاديك يلزمك تماركي ماهمش راضيين شويه على الدين المرزوقي لكن يا قاعد يعطي في روندمو قاعد يطلع ويرجع قاعد يفك قاعد يلعب لكن اسمعني الكوره بونتوات الخميسي يلزم يماركي المرزوقي يلزم يماركي والهوني يلزم يماركي هذيك باش يرضي جمهور الترجي يعني انا نعرف جمهور الترجي جمهور صعيب فريق يحب اللاعب اللي ماركي في المقابلات راهو اذا كان الحمد لله يا ربي توا حتى في النتائج يعني نقولوا احنا الوالا في الشامبيونات مترشحين كوب دافيك لكن جمهور الترجي كما قلت لك جمهور صعيب ويستنى في البونتويت وان شاء الله الفرصه تجي للمرزوقي وان شاء الله يماركي ويرضي جمهور الترجي هو والا الخنيسي ان شاء الله يرضي جمهور الترجي. اللاعب الشاب سيدريك بو قادر يعوض محمد علي برمضان خاصه شفناه المقابله الاولى مع اتحاد تطاوين ماهوش خايب اللاعب يبدو عنده امكانيات واعده سامي ولا انا شفتهم لاعبي باهي معناتها يتحرك التوز دو بال نتاعو معناتها صحيحه قاعد يتحرك بالقدا في التيران معناتها شوف فيه معناتها في البلاسمون نتاعو في خفيف اون كورس يلعب يفكك فيزيكمون معناتها باهي صحيح عوض المره الاولى الشعلاني يعني الشعلاني ماهوش نيمبورت كوا معناتها لاعب كبير عوضه بالقدا وما خلاش فراغ يعني في الوسط اليوم محمد علي بن رمضان الشعلاني مصور هو محمد علي بن رمضان فابوري اكثر خاطر يطلع للاتاك ان شاء الله اليوم الشعلاني يطلع للاتاك ويعاون المهاجمين با الاكستيريور ومع فريق ليبي يقول لك انا ديما حتى 0-0 ترضيني معناتها معين نجم يقول لك هكاك مانيش مطالب باش انا نحل اللعب ولا باش انا نعمل اللعب لكن في التروا بيفو نتصور اللاعب هذا صغير عوض بالقدا الماتش فات الشعلاني وان شاء الله اليوم يعوض بالقدا زاد بالرمضان. متفائل سامي خاصة كما قلت لك فريق محترم اللي بيه يعرف يلعبوا كورة متفائل؟ والله انا ديما متفائل الترجي راهو مش في في في, في, في المقابلات هذيا باش يتعب المقابلات هذيا خاطر صحيح اللي بيه يلعبوا كورة وكور جاي في ساقيهم لكن لابليكاسيون تكتيك ما يلزمش نتيحوا في الاستسهال زاد عنده ثنيه قد يعني عنده ماتشات اكثر من الفريق الليبيه وعنده كومبيتيسيون في ساقيه ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله البونتوات هي اللي تخلي الفريق معناتها مرتاح واذا كان ما نصعبوهاش على احنا غادي مش صعبوها خاطر نعرف اللي اذا كان حلت الفريق الليبي اذا كان حلوا يحب يلعب لاتاك ضد الترجي معناتها نتصور لي سباس هذوما اللي باش يخليهم باش يعاونوا برشا فريق الترجي اللي باش تكون انا في بالي اسهل شويه من مقابلات البطوله خاطر في البطوله يسكروا علينا اللعب واحنا لازمنا نعملوا اللعب اليوم الترجي ماهوش مطالب باش يعمل اللعب. شنو النتيجه تشوفها اللي لازم تكون بها مرتاح انت سامي مقابله الاياب وباش ما يتعبوش برشا مقابله الاياب؟ اول حاجه لازمك تستقبل اهداف معناتها ولا تمركي مو تمركي هدف ولا اثنين باش حتى في مقابله الاياب ديما عندك هكا الفافوريك البونتو اللي باش تحل اللعب يعني الترجي مطالب باش على الاقل يمركي بونتو ولا اثنين باش يخرج بالنتيجه ينجم يخرج 0-0 ينجم يخرج انا ديما خير لكن انا قلت لك الترجي مطالب باش يمركي اليوم باش يلقى راحه اكثر في الفريق في الاياب ونحن ما زلنا ما نعرفوش شنو هو الفريق الليبي يعني لانه في الكومبيتيسيون نتاعو قوي مش قوي ماناش نتفرجوا في الشامبيونات نتاع ليبيا لكن الاهلي بنغازي ديما صحيح عندهم كوره اصلا ما فماش شامبيونات ليبيا باش تفرجوا فيها ما فماش يعني حتى ليكيبات نتاعهم ما فماش معناتها ما نجموش نقيموا بالكدا شنو هو النيفو نتاعهم لكن نتصور الترجي اقوى برشا الترجي اقوى بعيد يعني في الاسم وفي الكومبيتيسيون وفي اللعب وفي كذا وفي الاسامي وفي برشا حاجات نتصور الترجي في طريق مفتوح. ابراهيم هو ترى باش يكون اليوم في منافسه مع فريقه السابق الترجي. اي صحيح وترى باش يكون في منافسه الترجي باش يقلق شويه الدفاع صحيح
حافظين بعضهم، وترى وحده ما ينجم يعمل شيء. اذا كان الفريق نتاعو ماهوش اذا كان الفريق نتاعو ماهوش قوي باش يتعب معناتها، حتى هو معناتها يمكن حتى الكره ما توصلوش معناتها. والترجي لازم يحتاط، لازم يعرف المهاجم هذايا مهاجم معناتها مختر، ملاعبي مش خايب، نعسوا عليه وكهو نزيد نعسوا عليه نحتاطوا منه. الحمد لله ربي نعرفوه معناتها، مش يقدرنا ولا باش نقولوا انا ما نعرفوهوش ولا باش نسيبوه يلعب وحده. لا نورمالمون نورمالمون نكونوا معناتها مع يعني في المحاصره الفرديه لازم نكونوا قراب ليه برشا. هو يرجع لتالي برشا، يحب يكور ويحب يلعب مع اصحابه. نتصور الترجي حضر لابراهيم ترى، والستاف تكنيك زاد حضر للملاعب هذا. الاخبار اللي جايه من مصر سامي تقول ارضيه ماهيش ولا بد، ارضيه مقابله الترجي وهلال واهلي بنغازي الليبي. الاسبيرونس ايكيب تكنيك ينجم يقلق حاجه كما هكا؟ لا ما فهمتوش السؤال فعاودي ترى. قلت لك الاخبار اللي جايه من مصر تقول ارضيه الميدان ماهيش ولا بد، معناها ماهيش حاجه كبيره، معناها الاسبيرونس قلت لك فريق تكنيك اكثر منه تكنيك حاجه تكنيك اخرى، معناها تنجم تقلقنا في المقابله. بس تقلقنا بالكدا معناتها، حتى احنا نحبوا نلعبوا الباسكور، نحبوا نلعبوا الكره اللوطه في القاع، ماناش متعودين بالكره الفوق وما نلعبوش الدويال، ما ندخلوش في الدويال، ديما نختاروا باش توصل للنص الكره للساقين لي زاتاكون تاعنا وتكون في ساقيهم باش هما يعملوا الديفيرنس. خاطر لي زاتاكون تاعنا ماهمش اتليتيك، ماهمش ملاعبيه معناتها نتاع جو تيت ولا نتاع ديفياسيون ولا نتاع جو معناتها نتاع الترجي، باش تعبنا برشا برشا. اذا كان الارضيه خايبه بالرسمي باش تعبنا الكره في برشا في برشا تيرانات في تونس، وحتى مع جمعيات صغيره تعبنا معناتها في الكره نتاعنا، لان ما نجمناش ندور الكره وستيل دو جو نتاعنا ما مشاش. وكيك نجم نخسر معناتها، ندخل كان دخلنا في الديال ولعبه الديال يعني حتى البدنات نتاع الترجي معناتها ابار كوليبالي وابار شويه معناتها الكل ما يمشوش للديال لا كونترا ولا جوديتات، ما عندناش حتى في البونتويت ما عندناش الكره الطويله ولا الكره بالديفياسيون ولا حتى في فكان الكره ما عندناش الديال، ديما نفك الكره انت توقع ولا نعمل ارسلمون ولا نعمل بريسينغ. غياب الستاف تكنيك اليوم معين الشعباني كذلك مسجد راوي مش باش يكونوا على البنك، يقلق شويه هذا؟ يقلق برشا، مش يقلق شويه معناتها، ديما الانترونير لازم يكون موجود على التوش يعني. الكوميونيكاسيون هو حتى رو بيناتنا معناتها نحكيو بصراحه، الاستئناس نتاع ليكيب انه يكون لونترونور نتاعها عطوش يعني فافوري معناتها للاعبيه وفافوري للونترونور. ثم دي زونترونور معناتها تو عندك تحط نعرفش انا تحط سيتي وتنحي جوارديولا تقول له اقعد فوق وتحط عطوش، يعني لونترونور عنده قيمه برشا عطوش، لازم يكون عطوش. هذه مشكله صغيره معناتها ظهر لي بالكاف نحاوة زوز خاطر بيان سي معاقبين من المقابلة الماضية من الموسيقى الماضية. لا مش على مش على الكاف فما برشا عباد عندهم خلط ماهوش على الكاف معاقبين كما برمضان ايضا معاقب من المسابقة الماضية. قداش معاقبين هم تصور مقابلة هو هذا حسب معلومات تقريبا مؤكدة معلومات المقابلة هذه الأخيرة باش تكون ان شاء الله مقابلة واحدة نتصور يعني اذا كان مقابله واحده باش هما خذاو زوج مقابلات تعاقبوا في مقابله الاياب مع الزمالك كانت تتفكر الشامبيونز ليغ الماضيه وهذه المقابله الثانيه نورمالمون. فوالا للتوضيح معناتها نجم يكونوا مقابله واحده يعني مش باش تكون معناتها كيفاش نقولوا، لكن في المقابله هذه باش يكون كمال قدسي وكمال مقابله مصيريه. هي ماهيش مقابله مصيريه مازال الروتور وكيفاش يقولوا معناتها الملاعبيه والكوميونيكاسيون توا رابيد اكثر مع الانترونور ومع اللي موجود. سي كمال قلت زاد موجود معناتها في نتصور هو باش يكون موجود في هو عثمان النجار. اي سي كمال قلت معناتها عنده معلومات وعملوا التجربه قبل ونتصور راهي الكوميونيكاسيون موجوده وراهي كل شيء معناتها مع الستاف تكنيك يعني تاع الديريكسيون تكنيك تاع الترجي يعني نتصور كل شيء يعني حاطين لي بوان سور لي زي في كل حكايه في كل كبيره في كل صغيره حتى في اللعبه في قرايه اللعبه وفي لي شونجمون في كل شيء. نتصور الكوميونيكاسيون باش تكون رابيد خاطر توا حتى في الكوره في المودرن لونترونير يبدا عنده شكون في الجرادان اللي يعاون يقول له الفيزيونير ولا يعاونوا في اللعبه يقول له راهو هكا وهكا راهو ديال هنا خاسر كذا كذا راهو عندك اللعبه هذايا وفرصه للمدرب زاد باش يتفرج من فوق ويشوف حتى التفريزه من فوق زاد تعطيك تعطيك الواحد تعطيك فيزيون خير المرات للتيران واللعبه وتتبع جوارتك.
يعطيك الصحة، شكرا لك سامي العروسي على كل التفاصيل الفنية اللي مديتنا بها. السلام والسادة المستمعين، وإن شاء الله مربوحة للترجي. إن شاء الله بون شونس. إن شاء الله مربوحة للترجي، وكيف كيف كيف إن شاء الله مربوحة للاتحاد المنستيري اللي لعب توا متقدم 2 بلاش قدام أهلي طرابلس الليبي في الدقيقة 60. فاصل ثم راجعين في آخر جزء من حصتنا.